تعالوا نشوف الارتفيشال انتليجنس عمل ايه. الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي بدا يشتغل على رفع مستوى الفرق الانجليزي، طبعا ده على خلفيه البطوله امبارح يعني بريمير ليج، ويقلل من الاصابات. طب ده حصل ازاي؟ نادي ليفربول تبنى تكنولوجيا جديده، تقنيه جديده لتحليل بيانات الاداء. ليه بقى؟ علشان يقدر يضع مجموعة من التنبؤات بوقت الراحة، المشاركة في المباريات، فنقلل من حجم الإصابة والإجهاد المبالغ فيه على اللاعب. معانا على التليفون دكتور أحمد الجمال، أستاذ علوم الحاسب ورئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي بجامعة، أنا مش عارف اسم الجامعة بصراحة، مش عارف هم كاتبينها لي إزاي، روتجرز، امال هنا ايه رينجرز اللي انتوا كاتبينها لنا ده يا جماعه؟ ماشي، مش دي القصه. جامعه روتجرز الامريكيه في ولايه نيوجيرسي، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور، صحح لنا اسم الجامعه بعد اذن حضرتك ده اولا عشان ما اقولهاش غلط. روتجرز. طيب عايزين نفهم مساله ازاي الذكاء الاصطناعي بدا يشتغل، او بالادق ازاي نادي ليفربول بدا يشغل الذكاء الاصطناعي في تقليل حجم الاصابه ورفع التصنيف بتاع النوادي او رفع المستوى بتاع الفرق. بالظبط، هو لو اي حد متابع للنادي ليفربول والدوري الجديد السنه دي هيلاحظ ان نادي ليفربول فريق اداؤه مختلف عن الموسم السابق. المواسم السابقه كان دايما له تشكيل ثابت، وكان بس بيغير اللعيبه الاساسيين لما يبقى في اصابه او في انذارات او حاجه زي كده. السنه دي لاحظنا ان مثلا خط الهجوم كان بيلعب فيه صلاح وفيرمينيو وماني، مره ثانيه ماتش ثاني يلعب ماني وجوتا ودييز، ماتش ثالث يلعب دييز وفيرمينيو وايمن. يعني المدرب كان بيغير تخطيطه طول الوقت، احنا ما كناش عارفين ايه السبب، يعني ما كناش عارفين ليه المفروض اللعيبه دي جاهزين ايه السبب اللي بيختار لعيبه على اساس لعيب. ولاحظنا كمان في الاسبوعين اللي فاتوا حاجه غريبه جدا، انه لعب ماتشين في الاسبوعين اللي فاتوا، ماتش تشيلسي في نهائي الكاس وماتش ساوثهامبتون الماتش قبل الاخير في الدوري، تشكيلين مختلفين تماما، غير 9 تغييرات بين الماتشين، وده حاجه غريبه جدا في ماتشين مهمين زي كده، وكانت اللعيبه بنفس المستوى. المفاجاه من 5 ايام ظهر بيان صحفي من شركه قالت فيه ان نادي ليفربول بيستعمل التقنيه بتاعتهم في تقييم اللاعبين وتقييم احتمال اصابتهم، وده خلاهم يقدروا يقللوا غياب اللاعبين على الملاعب، وكان نسبه نجاح كبيره جدا. فلاحظنا مثلا او البيان قال ان نسبه الاصابات قلت السنه دي من 1500 يوم غياب للاعبين في الموسم الماضي، قلت ل 1000 يوم، حوالي 1000 يوم غياب بس السنه دي، وده حوالي 30% خفض نسبه التلت. ومش بس كده، اكثر من كده خفضوا نسبه الاصابات المؤثره، وهي الاصابات اللي بتؤدي لغياب لاعب اكثر من 9 ايام على الملاعب، خفضوا النسبه دي ل 50%. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ التكنولوجيا دي قامت على تحليل بيانات اللاعبين التاريخيه في المباريات والمسافات اللي كان اللاعبين بيجروها في المباريات ومده النوم بتاعتهم والبايو ماركرز اللي هي التحليلات اللعبيه، الضغط ونبضات القلب، وقدروا يربطوا بين الكلام ده واحتمالات الاصابه اللي حصلت للاعبين في الماضي. وبالتالي قدروا يستعملوا الذكاء الاصطناعي ان هم يتنبؤوا بهذه الاحتماليه لاي لاعب اثناء الموسم. يعني ممكن عن طريق ان هو يتابع اللاعب في المباريات وفي التمرينات يقدر يقول للمدرب اللاعب ده وصل لحاله من الاجهاد في عضلات معينه، احتمال ان هو يصاب كبير فلازم تريحه، او لازم تتدخل بتمرينات معينه. وده اللي فعلا بدا النادي يطبقه الموسم ده بنجاح، ادى الى تاثير كبير جدا في النتائج. زي ما انتم شايفين ان هو قدر يوصل للنهائيات 4 بطولات وياخد 2 منهم، ولسه بطوله الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب دكتور احمد، يمكن باعتبار حضرتك متخصص في هذا النوع من العلوم الذكاء الاصطناعي، هل الذكاء الاصطناعي ده انا اقدر استخدمه في اي حاجه دلوقتي ولا لازال محدود في بعض المجالات؟ حاليا في مجالات كثيره جدا دخل فيها الذكاء الاصطناعي، يعني التكنولوجيا اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي فيها تطبيقات كتير ثانيه. هي اولا التكنولوجيا اللي استعملوها في موضوع التنبؤ بالاصابات دي ما هياش تكنولوجيا حديثه قوي، يعني التكنولوجيا
الاكتئاب زي اللي بيستخدم في التنبؤ بالاسواق الماليه مثلا، التنبؤ بفهم معين هيطلع ولا ينزل ولا هيبيع ولا يشتري. فدي بتستعمل في المجالات دي من زمان. هو الجديد في الموضوع هنا البيانات، ان نقدر دلوقتي ان احنا نجمع بيانات كثيره عن اللاعبين اثناء هم لعبهم وتمريناتهم يوم بيوم بصوره حيه نقدر نستعملها. فهو ده الاساس يعني. في تطبيقات كثيره جدا للذكاء الاصطناعي حاليا ممكن تتعمل او ممكن تبقى موجوده لو البيانات موجوده، ولو البيانات موجوده ونقدر نجمعها ونقدر نجرب الذكاء الاصطناعي عليها. ففي يعني مثلا مجال الصحه ده احد المجالات المشابهه جدا لموضوع اللاعبين ده، ونفس الشركه اللي عملت الموضوع اللاعبين ده عملت قبل كده تجارب في المستشفيات ان هم يشوفوا الدكاتره والنيرسز الممرضين في المستشفيات هل هم مجهدين، هل هم لازم يريحوا، يطبقوا الكلام ده بدقه. وفي دلوقتي برضو في مجال الصحه مجهود كتير جدا ان احنا نستعمل البيانات الموجوده اللي ممكن نجمعها على الهواء من الناس، ونقدر عن طريق كده ان احنا نتنبأ باصاباتهم مبكرا، احتمال اصاباتهم بامراض او احتمال اصاباتهم بجلطات او حاجات زي كده. فدي كلها تكنولوجيا وقائيه ممكن تبقى مستعمله بنجاح. ففي مجالات كتير جدا طبعا الذكاء الاصطناعي بيطرقها، وفي مجالات لسه ما اطرقهاش. احنا اتكلمنا مثلا من عده شهور على مشروع بتاع بيتهوفن السيمفونيه العاشره لبيتهوفن، ازاي ان الذكاء الاصطناعي دخل برضو في موضوع الابداع والموسيقى والفنون والحاجات الثانيه. ففي طبعا مجالات بيبدا لسه الذكاء الاصطناعي بيتطرق ليها، في مجالات ثانيه الذكاء الاصطناعي اصبح شيء مهم فيها. يعني انا بالفعل شفت ويب سايتس بتشتغل بطريقه الذكاء الاصطناعي على تاليف مقتطفات موسيقيه او مقطوعات موسيقيه مثلا، فعلى نسق شوبان، فانه لو شوبان كمل فممكن كان يعمل المقطوعه دي، لو مش عارف هندل كمل وهكذا. هل ده حقيقي؟ بالطبع وده اللي احنا استعملناه. ولا دي ويب سايتس هزار ولا ايه؟ لا لا ده حقيقي فعلا، وده نفس التكنولوجيا اللي استعملناها واتكلمنا عنها من عده شهور لما استضفتوني في البرنامج عندكم عشان اتكلم على السيمفونيه العاشره لبيتهوفن اللي عملناها. وهي نفس التكنولوجيا دي الحاليه ممكن تستعملها ان انت تكمل مش بس الموسيقى، ممكن تكمل لوحه. ممكن او تاخد صوره فوتوغرافيه وتحولها لفن تشكيلي مثلا باسلوب بيكاسو او باسلوب مونيه او اي فنان انت عايزه. طب في ظل الازمات الحاليه يعني زي الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، هل من الممكن ان الذكاء الاصطناعي يساعد في التنبؤ بنهايه هذه الحرب امتى؟ شكل النهايه يبقى عامل ازاي؟ شكل من اشكال الاستقرار السياسي فيما بعد الحرب يبقى عامل ازاي؟ ولا لسه برضه ما يقدرش يضع صوره حول هذه الامور؟ هو بالطبع الذكاء الاصطناعي بيستعمل في اجهزه المخابرات واجهزه الجيش الحديثه في التنبؤ بتصرفات الاعداء. يعني ممكن تقدر تحط او تصرفات الدول عموما، يعني ممكن تحط مودلز او نماذج لمحاكاه تصرفات اي جيش معين، وعن طريق انك تعرف امداداته وتقدر تعرف الخطوات بتاعت الدوله، تنبأ امتى ممكن الدوله دي تكمل وامتى ممكن تقع او ممكن ما تقدرش تكمل. فالكلام ده بالفعل موجود ويستعمل. وفي حاجات اكثر من كده كمان حاليا لها علاقه بالاشخاص نفسهم ومدى الروح المعنويه لهم، وازاي نقدر نموديل الكلام ده، ونقدر نموديل هم هيقدروا يثبتوا قد ايه او يقعوا امتى. فالكلام ده كله في شغل عليه يعني. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور احمد الجمال، استاذ علوم الحاسب ورئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي بجامعه روتجرز الامريكيه من ولايه نيو جيرسي.